أقوى مراحل الضعف اللي الإنسان بيمر بيها، الحياة كلها بتسود، مفيش أمل قدامه، بيخسر كل شيء، بينهار نفسيا. طبعا دي فرصة عظيمة لدخول الشيطان. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أولياءه مش يعني العبد العاصي، لا، هو أولياءه هو العبد الضعيف، والضعيف ده مصدره دايما الضعف النفسي، أنا من جوه خلصان مش قادر. فيبدأ يوهم هذا الشخص. طب في المشهد ده يخليه يشوف السواد زي ما بنقول، يعني يكبر له جدا الصورة، كل حاجة سودة ملهاش حلول، يكبر له جدا الصورة ويعيشه بقى في الأوهام، حتى حاجات أنا ما حصلتش. يعني حد لا قدر الله أصابه مرض، هو مش شرط الله أعلم عمره إيه، ممكن يموت بعد سنة، ممكن يموت بعد 10، هو يعيشه في مشاعر الخوف إنه فقد كل حاجة دلوقتي. فيعيشه فقد كل حاجة، ما عندوش يعني أي قدرة ولا أي طاقة إن يواجه اللي هو بيشوفه، فيدخل ده في مود نفسي اللي هو موصله إنه خلاص أنا يعني ساعات أو أيام وخلاص وهنتهي. بالظبط. حقيقة لما نتنقل لحياة الأنبياء والكلام رب العالمين، لأن سيدنا داود أول لما هجموا المرض وكان مرض شرس جدا، أول حاجة قالها على طول ربي، ربنا، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو شايف ربنا في الماء، بس هقول حاجة، هو ما شافش ربنا لما عيه، هو شايف ربنا من الأول، هو ربنا أصلا في المشهد. فأول لما جاله البلاء خلاص ساب المرض وساب المحنة ووجه نظرته لرب العالمين، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا موسى لما كان بيهرب من فرعون وكان البحر قدامه، فرعون وراه ومعاه بني إسرائيل، وقالوا إنا لمدركون، خلاص الموضوع انتهى، احنا بقائنا خلص، احنا هنموت دلوقتي. فقال كلا إن معي ربي سيهدين. لا لا، أنا مكمل عادي جدا، ربنا الباقي موجود. خلاص، فأنا ما عنديش مشكلة. آسية زوجة بنت مزاحم زوجة فرعون كانت بتكلم رب العالمين، هي عايشة جوه قصر فرعون ومحبوسة، تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أنا أصلا الحبس بفرعون بالمشكلة بالموضوع مش شايفاهم. فهي نفسيا، الناس دي نفسيا في حتة تانية طبعا، بدل ما يسيطر عليهم الضعف النفسي والمرض النفسي والاكتئاب، لا لا، هما بيهزموا كل ده، مش موجود. مش موجود بإيه؟ برؤية رب العالمين. صحيح، ونعم بالله، بالارتباط المباشر برب العالمين. طب الناس اللي في المرحلة دي اللي بتعاني من المشاكل دي، لا قدر الله عندها تهديد صحي أو مالي أو البيت مش متزن، محتاج مجموعة، هي أسماء الله الحسنى، حضرتك لما تبص عليها تلاقيهم متقسمين مجاميع. فعلا ليهم، والمجاميع ليهم معاني قريبة من بعض. وكأن رب العالمين بيقول لنا كل مرحلة من دول لازم يتمسك قوي بالمجموعة من الأسماء دي. يعني الناس اللي عندها مشاكل، يعني اللي عنده مشكلة زوجية، هل ده ليه مجموعة من أسماء الله الحسنى؟ اللي عنده مشكلة مادية ليه مجموعة من أسماء الله الحسنى؟ يعني أقصد ليها تركيبات معينة لحل بعض المشاكل أو لحل مشاكل مختلفة؟ هي أبسط من كده شوية. هي الناس اللي عايشة في المرحلة دي نفسيا بناء على النظريات النفسية، الناس اللي فقد الأمان، فكرة الأمان دي ليها مجموعة من أسماء الله الحسنى ركبناها عليها، وطبعا رجعناها مع المشايخ الكبار اللي بيعلمونا علشان نتأكد ان هي بتخدم الحالة دي بنسبة 100%. من الأسماء دي اسم الله طبعا الرزاق. خلاص، أنا دلوقتي عندي أزمة مالية كبيرة وعندي أزمة في شغلي كبيرة، لو رب العالمين الرزاق، اسم الله الرزاق، مش حاضر جوه قلبي ومش شايفه قدام عينيا ومش عايش بيه، يعني أنا مش متكل إن ربنا هو الرزاق، مش الشغل ولا الناس هم اللي بيرزقوني، طب أنا في الحالة دي إيه اللي هيعيني عشان أعدي المحنة دي؟ وده معنى عميق جدا. الفكرة مش فكرة يا جماعة إن إحنا بنردد أسماء الله الحسنى بلساننا فقط، لا، ده هو لازم يكون المنبع من جوه القلب. صحيح، أنا عايشه، أنا أصلا متكل عليه، ده هو ده ظهري أصلا، هو ده سندي الرزاق. من أسماء رب العالمين المهيمن. المهيمن معناها يعني المؤمن والمسيطر. المؤمن بيأمنك، أنا فاقد الأمان، اللي بيأمني رب العالمين، ومش بيأمني وبيطمني بس، هو في نفس الوقت هو المسيطر. هو اللي بإيده مقاليد الكون، هو اللي ماسك كل حاجة. طبعاً لو اسم الله المهيمن مش قدام عينيا، مش عايش بيه، مش موجود في المشهد، أنا وقتها والأزمات اللي عندي، سواء أزمة في بيتي سواء أزمة في شغلي، حبقى متأكد من حدوثها وعايش معاها، بل بصرع حدوثها كمان، لأني بنهار وباخدها في السكة التانية. من أسماء رب العالمين الوكيل، الذي يتوكل لعباده. على فكرة الوكيل
مش ان انا اقول بسم الله توكلت على الله زي حضرتك ما قلتي. مش الوكيل ان انا يعني اعتبر ان انا همشي في طريقي ومرتب كل حاجاتي وانا بقى هتوكل على ربنا. لا، هو في الاصل ربنا هو اللي وكيلك. صحيح. ربنا هو اللي بيتوكل لك، ربنا هو القائم على شؤونك، ربنا هو اللي بيدبر لك حياتك. كان في احد الصالحين ماشي في طريق وقابل راجل مهموم جدا كده، فقعد جنبه. هو لما الهم بان عليه والحزن والكآبة والكسرة، فقعد جنبه وقال له انت مهموم قوي كده ليه؟ قال له والله عندي ديون كتيرة وعندي مشاكل مع أولادي ومراتي، وكان عنده أزمة كبيرة جدا. فقال له هسألك سؤال، هو هيحصل حاجة في حياتك غير اللي ربنا كاتبها؟ قال له لا. قال له طب هيجيلك رزق أو هيتاخد رزق غير الرزاق قدره؟ قال له لا. قال له طب حد هيقهرك على فعل غير اللي القهار قاهر العباد عليه؟ قال له لا. قال له خلاص اطمن، ارمي توكالك عليه بقى، ايه اللي تعبك قوي كده؟ هو متوكل لك، صدقه بس. حضرتك احنا اللي المساحه الفاضيه في علاقتنا باسماء الله الحسنى التصديق. احنا عارفينها علم اليقين، لكن عين اليقين مصدق ان ربنا الرزاق او مصدق؟ طب عندي مشكله ماليه، طب ما الرزاق موجود هيعمل لي ايه يعني؟ خلاص الحلقه ما اكتملتش. طبعا انا مش مصدق. لا ده مش ما اكتملتش، دي نقصت كمان. صحيح. انا مش مصدق، ربنا وكيل متوكل لكل شؤوني، القيوم قائم على شؤون عباده، هو اللي قائم على شؤون العباد. هو ربنا اللي بيرتب لك حياتك، اللي عندك ده مش منك، اللي عندك ده من عنده. هو اللي بيسوق حياتك، هو الانتاج اللي انت بتطلعه ده من عند رب العالمين. صحيح الاسباب كلها بتستخدم، لكن لو التوفيق رفع مش هتوصل لحاجه. صح. مدرك ان كل حاجه في حياتك من عند ربنا وترتيبات ربنا، وهو المعطي وهو الباقي. لو حد عنده أزمة صحية ولا قدر الله الدكاترة كلهم قالوا إن هو بالوقت مش هيكون موجود، وهو خايف جدا وفاقد الأمان على نفسه وعلى أولاده وعلى أسرته، طب ما ربنا موجود. ده كله بإيدين ربنا سبحانه وتعالى.